شك أن مجلسي ولله الحمد يشهد العديد من الأخوان الذين يتفضلون بزيارته هذا المجلس الذي نعتبره إحدى وحات اللقاءات الاجتماعية التي تتم في هذا الشهر الفضيل، وهذا يؤكد روح الأسرة الواحدة في مملكة البحرين والتي تجمعنا علاقات وثيقة جعلت المجتمع البحريني يتميز بروح الأخوة والمحبة. اليوم المجلس من الساعة 7:30 حتى الآن ترى الكثير من الناس الذين أكرموني بالزيارة، وأنا باسم الجميع نؤكد أن هذه هي الروح البحرينية التي نسعى إليها جميعا. ما في شك أن المجالس الرمضانية لها قيمة اجتماعية إيجابية للقاء كل الأحبة وكل الأخوان، أولا للتهنئة بشهر رمضان المبارك، وثانيا للقاء والتذاكر بمزايا هذه الأيام الجميلة أيام رمضان المبارك. ولذلك تجدني مثلا أنا من الكويت أحضر لمجلس سعادة الدكتور ماجد النعيمي في كل رمضان لأهنئ الأخوان جميعا بهذا الشهر الكريم، وليلتقي معهم ونتناقش في أمور كثيرة خاصة الأمور التربوية التي تهمنا وتهم جميع رواد هذا المجلس الكريم المبارك بإذن الله تعالى. ولذلك ترى هذه الوجوه الكريمة لا يحدوها حضور إلى هنا إلا اللقاء والتواصل بين بعضنا بعض وبين ومناقشة كل الأمور الاجتماعية الطيبة. وأهم ما في هذا اللقاء أو هذه المجالس هو أن يلتقي هؤلاء الأخوان في كل خميس عند مجلس سعادة الأخ ماجد النعيم. الحمد لله المجالس هذه تؤكد يعني ان الشعب البحريني محب لبعضه ويحب الوصل وفي مودة عجيبة، وهذه شيء حقيقة ان احنا نعتز به، وكل الناس حتى غير اللي من برا يشوف هذه المظهر الاجتماعي المميز. ولذلك تجد يعني السفراء يجون ووزراء، وطبعا الله يطول عمرهم قادة البلد أيضا هم قدوة، نشوفهم أيضا يحضرون المجالس ويزورون، وهذا شيء حقيقة يعني جدا يرسخ الوحدة الوطنية ويرسخ روح الأسرة الواحدة والمحبة، وهذه أشياء الحمد لله يعني
كل واحد يجد في نفسه هذا الشعور الطيب. المجالس تعتبر هي يعني نقط قوة في المجتمع البحريني. هذه احنا ان اول شيء ان هي يعني لتأصيل القيم للهوية البحرينية وتعزيزها، لتعتبر هي مدارس حق عيالنا، مدارس للصغار، تربيتهم التربية التربوية تكون على اصول من اللي هو يعني مثل هو يعني شلون احنا نخليهم متمسكين بهويتنا العربية الإسلامية، على مثلا اللغة العربية واستخدامها، على عاداتنا وتقاليدنا، على الدين وتمسكنا بديننا. فهذه هذه من ناحية التربوية، كذلك من ناحية الاجتماعية. احنا مثلا كمجلس النواب احنا لما نروح المجالس هاي احنا نشوف يعني صدى الاخبار، صدى مثلا المقترحات من عند فلان قال لنا هاي مقترح احنا نقدر نصيغه صياغه نيابيه. وهذه هو قوه المجلس، تصير لما يقوم النائب ويزور هذه المجلس ويزور هاي المجلس ويشوف يعني المقترحات اللي موجوده ويقوم يترجمها على مقترحات برغبه او مقترحات قوانين ان شاء الله.